صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يقول لا تدرسوا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحجة أن الناس ينفرون من اسم المؤلفين، وادرسوا بدلها الكتب الأخرى في العقيدة مثل كتب الشيخ حافظ الحكمي أو المؤلفات الجديدة لبعض المعاصرين، فما بيان الحق من الباطل في هذا الأمر؟ حافظ الحكمي رحمه الله من أين أخذ كتبه؟ ما أخذها إلا من كتب شيخ الإسلام بن تيمية ومن كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ما جاب شيء من عنده. واللي بينفر من اسم الشيخ الإسلام بن تيمية ومن اسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا لا يريد الحق، لا يريد الحق. ما ذنب الاسم؟ كلام على هذا دليل على أنه ما يبي منهجهم، ما يبي دعوتهم، ما يبي ما كانوا عليه، ما هو قصدها الاسم فقط. فهذا كلام فاسد ولا يلتفت إليه. نعم.